معانا في الدورة 45 لديفيلي كيدز، نتعرف بحضرتك. أنا اسمي إبراهيم شواش، صاحب مصنع للملابس الجاهزة، وأول مرة أنزل الديفيلي، وأنا شايف فيه مجهود جبار وما شاء الله، يعني فيه نجاح كويس والحمد لله، الزائرين كتير ومن كل حتة، والأمور ماشية كويس وخدمة فوق الممتازة. ممكن حضرتك تدينا نبذة سريعة عن الكولكشن الصيفي الجديد لعام 2020؟ والله الحمد لله احنا بننزل بخامات قطن 100% واحدث الموديلات وما شاء الله، يعني الحمد لله الأمور ماشية تمام، وإن شاء الله موسم ربنا يجعله خير على الناس كلها إن شاء الله. ممكن حضرتك تعرفنا بشركتك وتقول لنا إذا كنت ناوي تشارك في الدورات الجاية من ديفيلي كيدز؟ والله يعني اتأخرت كتير إن أنا عدم المشاركة في الديفيلي قبل كده، فأنا أول مشاركة ليا وفي تأخير كتير فيها، بس الأمور الحمد لله يعني كل حاجة بميعاد، ومش هتبقى ولا أول ولا آخر مرة. ده أنا بدعو الناس من خلالك إن هي تشارك على طول دايما يعني. شكرا، اتشرفنا بحضرتك.